باستخدام شهادات من مخبرين إسرائيليين. تقرير لشبكة CNN يكشف تفاصيل مروعة وظروفا وحشية يعيشها فلسطينيون داخل قاعدة عسكرية تحولت إلى منشأة احتجاز في صحراء النقب الإسرائيلية على بعد حوالي 30 كيلومترا من حدود غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر. ووفقا للروايات فإن المنشأة تحتوي على حاويات يوضع فيها المعتقلون تحت قيود جسدية شديدة، أما المرضى منهم فيرقدون بمستشفى شبه عراة مرتدين حفاظات معصوبي الأعين، وأيديهم وأرجلهم مقيدة بأسرتهم كجزء من العقاب. الضرب لم يكن لجمع المعلومات الاستخبارية، لقد تم بدافع الانتقام، لقد جردوهم من أي شيء يشبه البشر، قيل لنا إنه غير مسموح لهم بالتحرك ولا التحدث، ولا يسمح لهم بإلقاء نظرة خاطفة تحت عصب أعينهم. إذا تخيلت أنك غير قادر على الحركة وغير قادر على رؤية ما يحدث، فهذا شيء يصل إلى حد التعذيب النفسي إن لم يكن يتعداه. لذلك نعم، أعتقد أن هذا ينتهك حقوق الإنسان. ورغم أن الجيش الإسرائيلي لم ينكر بشكل مباشر هذه الروايات حسب CNN، إلا أنه رد على طلب الشبكة للتعليق قائلاً إنه يضمن السلوك المناسب تجاه المعتقلين المحتجزين ويفحص أي دعاء بسوء سلوك لجنود الجيش والتعامل معه على هذا الأساس، ويتم فتح تحقيقات عندما يكون هناك اشتباه فيه، مضيفاً أن تكبيل المعتقلين يحدث بناء على مستوى الخطورة والحالة الصحية لهم، وحوادث التكبيل غير القانوني ليست معروفة للسلطات. شهادات أخرى تحدثت عن بتر أطراف للمعتقلين بسبب التكبيل أو الجروح المتعفنة التي يهمل علاجها، وغالبا ما يقوم بها أطباء غير مؤهلين، وهي أمور أكدها بعض ممن أفرج عنهم في قطاع غزة، ما يلقي الضوء على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، بينما تؤكد حكومتها أنها تتصرف وفقا للقانون الدولي المقبول، فيما كانت منظمة العفو الدولية طالبت بإجراء تحقيق في المعاملة اللا إنسانية والاختفاء القسري للمعتقلين من غزة. حطونا 80 شخص في مركز في منطقة من في شحن، وطول الطريق وهو سحل وضرب بالشتائم طول الطريق. أنا في هذه اللحظة أصبت في قدمي اليسرى من الشحن من الكتل ومن الضرب. بعد فترة بسيطة من دخول السجن حوالي 2 أسبوع تم التهاب، في التهابات صارت في رجلي. طلبت من الأطباء هناك إنهم يودوني على المستشفى عشان التهابات صارت شديدة، ما رفض. بعد 7 أيام رجلي صار فيها التهابات شديدة لدرجة إنها غرغرينة صارت في رجلي، وصلت لحد الركبة من فوق. هاي إيد هاي اللي صار فيها، فكان عندك لابيش شان، فهم مخديننا، وفي أثناء المعتقل فيه تعذيب، كان ضرب وضرب كتير كتير على الإيد وكان على الراس.